115 عاماً مرت على بنائه في ديسمبر الماضي. أشعة الشمس تتخلل فروع أشجاره فتزين أراضيه، توقظ عبق التاريخ الحي داخل جدرانه. إنه قصر محمد علي المطل بعراقته على نيل مصر العظيم بحي المنيل، يستقبلك عندما تدلف إليه بنص عن مؤسسه. إحنا في قصر الأمير محمد علي توفيق، هو اشترى هذه الأرض سنة 1902، أول سرايا بناها 1903، في تحديدا في 24 ديسمبر 1903. إحنا كنا بنحتفل ب 115 عام من شهور بسيطة، 24 ديسمبر 1903 في القصر الأمير محمد علي توفيق. كانت هذه المساحة أكبر من هذا عند الشراء، حاليا تقلصت ل 15 فدان بما يوازي 62,000 متر. حاليا الأمير زي ما مكتوب على النص التأسيسي في المدخل الرئيسي أنه هو أنشأ هذا القصر إجلالا للفنون الإسلامية وإحياء لها، فهنلاقي أن وابتكر هندسة البناء وزخرفته هو الأمير محمد علي توفيق بنفسه، ونفذها المعلم أو شيخ الحرفة في هذا الوقت هو محمد عفيفي. تصميم قصر محمد علي أو كما أطلق عليه لاحقاً قصر المنيل، مستوحاً من العديد من الطرز المعمارية لحضارات مختلفة جمعها الأمير بنفسه في زياراته حول العالم، ومنها الطراز الأندلسي والشامي والمغربي والمملوكي والعثماني. القصر مكون من عدة بنايات أو من عدة سرايات، هي سرايا الإقامة، سرايا الاستقبال، سرايا العرش، القاعة الذهبية، المسجد، وبعد ثورة 52 أضيف متحف الصيد تحديداً في سنة 1963 فيها. يعتبر ما اختارش موقع المنيل بالذات، احنا في بدايه او نهايات القرن 19 بدايه القرن العشرين كانت منطقه الجاردن سيتي والمنيل، كانت كل الامراء الكبار او كل صفوه القوم من الموجودين في مصر بينشئوا فيلالهم او قصورهم على النيل، وهي دي كانت سمه غالبة في ذلك الوقت ان النيل هو شريان الحياه للمصريين، وطبعا المنظر الجميل. الأمير محمد علي توفيق هو نجل الخديوي محمد توفيق وشقيق الخديوي عباس حلمي الثاني، ولد في عام 1875 وتوفي عام 1954 دون أن يحقق أمله في الجلوس على عرش مصر.